مهدي تمكنت عناصرنا بفرقة البحث والتدخل بمناسبة دخول موسم الاصطياف من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط على مستوى المنطقة الغربية للجزائر العاصمة، حيث تحترف هذه الشبكة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما تنتهج من طريقة التهديد والتخويف والترهيب كطريقة من أجل توسيع نشاطها الإجرامي. وبموجب التعليمات القيادية تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف 10 أشخاص وحجز 3 مركبات وكمية من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات، وكذا 3 كلاب ذو فصيلة الراعي الألماني، كما تم حجز الأسلحة البيضاء كانوا يستعملونها في الاعتداء على الأفراد بمختلف الفئات وزرع الرعب وسط العامة، حيث سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.